خلينا ننتقل لموضوع اخر، وهو متعلق ربما بالبيئه، متعلق بالاستدامه، متعلق بالملف المفتوح بشكل كبير جدا بشغلات الدوله المصريه منذ قمه المناخ COP27. وزاره السياحه والاثار بتشتغل حاليا على خطه لتحويل المتاحف والمواقع الاثريه المصريه لمواقع خضراء ومستدامه، وفعلا انتهت من تركيب محطات طاقه شمسيه في قصر محمد علي في المنيل، في مركز الزوار في منطقه اهرامات الجيزه، وفي متحف المجوهرات الملكيه، وايضا في متحف الاسكندريه القومي. خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن خطه تحويل المناطق الاثريه لمناطق خضراء ومستدامه من الدكتوره نشوه طلعت، مستشار وزير السياحه والاثار لشؤون الاستدامه. صباح الخير عليك يا دكتوره، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير، اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. احنا عندنا ما شاء الله كمية من المتاحف وكمية من المساحات اللي موجود فيها اثار مختلفة وموجود فيها معارض مختلفة، ازاي فكرتم انكم تحولوا هذه المتاحف وهذه المساحات لمناطق خضراء؟ في الاول هي تحويل المتاحف والمواقع الاثرية لمناطق خضراء هي تقع ضمن خطة الوزارة لتحويل المقصد السياحي المصري لمقصد مستدام وصديق للبيئة. أخضر يعني صديق للبيئة، كلنا عارفين طبعا دلوقتي أن الطلب العالمي كله متجه للحفاظ على البيئة. يعني هما السائح بيسأل الأول قبل ما بيروح أي فندق، هو الفندق ده صديق للبيئة ولا لا، بمعنى هو أخضر ولا لا. فتم تطبيق كده على قطاع السياحة في الفنادق، وتم امتداد الكلام ده بقى تطبيقه كمان على المواقع الأثرية والمتاحف. صديق للبيئة يعني بيحافظ على الموارد، وأهم مورد من الموارد ده كلنا عارفين هي الطاقة. فعشان كده كانت فكرة تركيب محطات طاقة شمسية على هذه المتاحف والمواقع الأثرية. طب الأولوية لمين يا فندم؟ يعني ربما منا من شوية قالت إن إحنا عندنا عدد كبير جدا من المتاحف والمواقع الأثرية. احنا لو عملنا اولويات، او الاولويات اللي حضراتكم حطيتوها كان لايه ثم ايه ثم ايه؟ الاولويات عندنا طبعا اللي بيبقى لاكثر يعني اكثر مؤسسات اللي بتستهلك طاقه، فبنحاول نقللها. فابتدينا من فتره طويله في الفنادق، تمام، وفعلا حققنا ان احنا نحول عدد كبير جدا من الفنادق لفنادق خضراء، وخاصة بعد صدور قرار معالي وزير السياحة والآثار لسنة 22 بوجوب الحصول على شهادات بيئية لجميع المؤسسات السياحية، وده كان تزامنا مع استضافتنا المؤتمر COP27 السنة اللي فاتت. وده حقيقي حقق طفرة كبيرة جدا في عدد الفنادق اللي حصل على شهادات خضراء بتفيد ان هي عندها نظام إدارة بيئية. ونظام الإدارة البيئية بيوفر في استهلاكات الكهرباء في حدود 20% تقريبا من استهلاك الكهرباء. ده لو استخدم تطبيقات كفاءة الطاقة. زائد استخدام كمان الطاقة الجديدة والمتجددة، ان هو يركب محطات طاقة شمسية عليه. ده تم بالفعل فعلا في عدد من الفنادق في خلال العام الماضي. طيب وبالتالي مدينا الكلام ده كله للمواقع الأثرية والمتاحف. ازاي بقى بيتم تحويل المتاحف يا دكتوره لمتاحف مستدامه او لمتاحف صديقه للبيئه؟ ايه اللي هيحصل؟ بنركب مبدئيا محطات طاقه شمسيه، بنحافظ على الموارد، احد الموارد الطاقه، فبنركب محطات طاقه شمسيه. ده بيقلل استخدام الطاقه جدا جدا، وخصوصا بعد ربطها على شبكه الكهرباء الرئيسيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، بنعمل فصل للمخلفات داخل هذا المتحف. هي الاستدامه هي ليها اسس معروفه، اسس بيئيه واسس اجتماعيه. فهذه الاسس بيتم مراعاتها حاليا. الطاقه دي داخله في الجزء البيئي، ان احنا موارد الطاقه انت عارفه طبعا اهميه الطاقه، وهي ممكن يبقى فيها توفيرها بيفيد ازاي يعني. طبعا. بس احد الاساليب هو توفير الطاقه، يجي توفير المياه، طريقه التعامل مع المخلفات، كل ده بيؤدي بينا الى مكان اخضر صديق للبيئه. طيب. وبالتالي مستدام. طيب. طب احنا لو يعني بالنسبه للمتاحف، حضرتك كلمتني عن الفنادق، بالنسبه للمتاحف عندنا متاحف
يعني صغيرة الحجم قليلة الاستهلاك للطاقة، وعندنا متاحف كبيرة جدا، احنا بنعمل ايه فيما يتعلق بالمتاحف الكبيرة؟ هل عندنا مثلا خطة مثلا لمتاحف زي المتحف المصري الكبير وهو يمتد على مساحات شاسعة جدا؟ انا اعلم ان مهما عملت من خلايا طاقة شمسية بتاخد برضو جزء من فاتورة استهلاك الكهرباء، ما بتاخدهاش كلها؟ طبعا طبعا يا فندم، المتحف المصري الكبير هو ضمن الاولويات وهو شغالين فيه دلوقتي. كويس. وبناء عليه يعني في خطه، يمكن المتاحف الثانيه كانت صغيره فخلصت على طول. ايوه. تم افتتاحها على طول، ولكن حاليا شغالين في متحف شرم الشيخ وفي المتحف الكبير. المتحف الكبير طبعا ده حاجه اساسيه علشان حتى لما وقت الافتتاح يبقى واجهه مشرفه للعالم. بالزبط. انه مش مجرد اكبر متحف ويضم العديد من الاثار المتميزه في العالم، ولكن هو بيراعي الاستدامه اللي هي محط انظار الجميع وطلب اساسي من طلبات السائح اللي بيجي مصر. صحيح. اكيد. كل الشكر ليكي الدكتوره نشوى طلعت، مستشار وزير السياحه والاثار لشؤون الاستدامه، شكرا جزيلا لحضرتك.